خصص لسن الحقاقة، المسافة هي 3 كيلومترات. وكما تعلمون أيها الإخوة، ونحن دائما نعلم أن هذه الانطلاقات تأتي بالتوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، ومتابعة دائما من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه، شكر دائما موصول لنادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وإلى موقع الناموس الذي ينقل لكم هذه الأحداث. أولا بأول شكر موصول لرئيس اللجنة العليا المنظمة سعيد بن محمد بن حزيوان الكوكبة المميزة التي تحمل خلف نجاحات هذا الميدان مسيرة هذا الشوط شعارات كثيرة سامي لها صولة وجولة في هذا العالم. لا نسبق الأحداث ثم نتجه هناك إلى مقدمة الشوط. الله يا الكعبي، هنا مع الذيب علي بن سيف بن محمد الكعبي، النقل هناك على المركز الثاني، الهدى على ثاني المراكز. أيضا لها جو راشد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي، بينما اللي في المركز الثالث صعبة على ثالث المراكز لعلي بن عبد الله بن علي أبو نواس رابع المراكز، وصلت حظ على المركز الرابع مع محمد بن راشد أبو الهول. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالفوز تمام. الله يا شعار مرغم هنا يتجه إلى الصدارة، إلى عنوان الناموس، حامل الآمال، الآمال الكثيرة للسيد راشد بن حمد، راشد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي، ولكن حظ تقترب مع مقناص الناموس لمحمد بن راشد أبو الهول، بينما صعبة في ثالث المراكز للسيد علي بن عبد الله بن علي أبو نواس، والنقلة هناك على المركز الرابع اللي هي الذيبة علي بن سيف الكعبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. نحن نسير مع الصدارة، مع المركز الأول اللي مسيطر الهدة هادة على مقدمة الشوط، عينها على المركز الأول، ولكن حظ أيها الإخوة لها حظ الكثير مع الناموس للسيد محمد بن راشد بالهول، الهدة ما زالت تسيطر. الله، موقع جميل، موقع مميز مع الكيلو الأخير، موقع مميز مع الكيلو الأخير، مع الكيلو الخطير، مع الكيلو المميز. النقلة هناك على المركز الثالث اللي هي الشاحنية علي بن خليفة بن بليشة الاجتبي، انتقل وياكم إلى المركز الرابع شعار بن واس عيلان بن حميد بن واس، أيضا يتواجد مع ماتاب على ثالث المراكز. هكذا هي النتيجة إلى الصدارة، هو حظ أيها الإخوة، حظ في المركز الأول، ولا الهدة على أول المراكز للسيد راشد بن الضعيف بن حمد بن غدير الشبي، انتقل هناك إلى المركز الثاني، حظ في المركز الثاني للسيد محمد بن راشد بالهول المهيري، ولكن بن عيلان قادم مع متهاب عيلان بن حميد بن واس، وصل باللومية، وصل عبيد بن سعيد بن علي بن عبيد الشبي أيضا يشك الخطورة، ولكن صاحب الحظ السعيد السبوق بقول الله يخليها اظهرت سرعة من اللمة لو العصا سيدة يا ابن الضعيف ماتيها، روحها في السير مهتمة وعيبتني شلت يديها وانمدحت المدح في حلة. الله يا الهدة اتت ايها الاخوة لكي تشارك هنا على ارضية هذا الميدان، فمقصودها المركز الاول وعنوانها المركز الاول، تهانينا من ارضية هذا الميدان كافة للسيد راشد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاشتبي بمناسبة فوزه بالمركز الأول. ها هي لحظات وصوله إلى خط النهاية معلنه الفوز والناموس. المركز الثاني
محمد بن راشد بن هو ثلاث مراكز، عيلان بن حميد بن نواس المركز الرابع، عبيد بن سعيد بن علي بن عبيد الاجتبي. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة، فعلا الهدى سيطرة جميلة مع المركز الأول، 4:39، 34 جزء الثاني. تهانينا والناموس وسلام سلام عليكم كافة يا أهالي المرغوين، وين ما يسكن راشد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي.